تفكر في إقامة هذا اليوم الدراسي بالشراكة مع جمعية منتدى التنمية للسينما والمسرح برئاسة الأستاذ مصطفى دنوني؟ هذه الشركة التي جمعتنا توجت مع منارة القصر الكبير للتنمية التي أترأسها أنا شخصيا إيمان جبالي، وكان لنا شرف تنظيم هذا اليوم الدراسي في هذا المركز الثقافي بالتعاون مع الأستاذة بشرى بن شهاب، مشكورة على تمكيننا من هذا الفضاء الجميل، وهذه فرصة لإثارة بعض الإشكالات التي تؤرق هذا الكوكب ديالنا، التي وهي ما أصبحنا نلاحظه من اختلالات الأنظمة البيئية والتي أصبحت تؤرق هذا الكوكب. ولمناقشة هذا الموضوع ولإثارته ولوضعه لتنزيله على أرض الواقع ومناقشته مع أطر مهتمة التي أطرتها الصباح اليوم الدراسي، كان لابد من إثارة هذا الموضوع للوقوف على بعض الإكراهات التي يعرفها الخروج بتوصيات، وهذا ما تم بالفعل بحضور بعض الدكاترة مشكورين لإثراء النقاش حول هذا الموضوع. فقط هذا ما يمكن أن أقول عن هذا الموضوع. شكرا.